السلام عليكم واهلا بيكم، معاكم اسامه رستم. ناس كتير بتستخدم تطبيق الكاب كات وانا منهم طبعا في المونتاج، ولو ما تعرفش ايه هو تطبيق الكاب كات هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن، ادخل شوف حلقه الكاب كات وهتستفيد جدا من شرح الحلقه لو انت جديد في المونتاج. في الاصدار القديم او النسخه القديمه من الكاب كات كنا بنستخدم الزوم ان والزوم اوت، اللي هو تقدر تقرب على مشهد معين او جزء معين من الفيديو، تقدر تقرب على المشهد وتقدر تبعد عن المشهد بالتاثيرات او التنقلات اللي بتعملها على الفيديو. ولكن مؤخرا بعد التحديث الجديد حصل ان الكاب كات انا مش فاهم ليه شالوا كل الترانزيكشن او التأثيرات والتنقلات اللي كنا بنستخدمها على الفيديو، اضافوا تحديثات كتير ومنها ترانزيكشن جديدة. ولكن السؤال ان الناس كانت كتير بتسأله وانا منهم اللي كنت بستخدم تأثير الزوم ان على الفيديو، ودلوقتي مفيش غير طريقة واحدة بس اللي هي الكي فريم، والكي فريم ده الناس اللي بتشتغل على المونتاج موجود على التطبيقات او البرامج الكبيرة زي ادوبي بريمير، استخدم الميزة البسيطة اللي موجودة في الكاب كات اللي هي الكي فريم. الكي فريم بكل بساطة هي نقطة انت بتحددها من الى، يعني بتحدد جزء بسيط لحد الناحية التانية من الفيديو، المسافة دي انت بتحدد الكي فريم، فانت بتقول للتطبيق او البرنامج انا في الجزء ده هعمل ايه بالظبط. تعالوا نشوفوا عملي مع بعض. ده الفيديو الاخير اللي انا كنت منتج عليه على الكاب كات. لما تضغط على الفيديو بيظهر معاك شكل الدايموند الاحمر اللي انا واقف عليه ده، شايف؟ يعني انا لو حركت وعدى على الدايموند هتلاقيه بيقرب على الجزء بتاع الستوريج او التخزين في الايفون، ومن اول الدايموند الاحمر هتلاقي برجع تاني زوم اوت لحد شكل الدايموند الاحمر التاني. بالطريقة دي انا عملت زوم ان وزوم اوت، وزي ما انت شايف لو وقفت على الدايموند هتلاقي عندك فوق هنا هتلاقي علامة الدايموند وعليها شكل الناقص. تعالوا مع بعض نشيل كل الكي فريم اللي انا كنت عاملها ونعمل الكي فريم من الاول. طيب انا دلوقتي عندي الفيديو بدون ولا تقريب ولا الرجوع لاصل الفيديو. طيب انا حابب من اول هنا اعمل كي فريم او اعمل زوم على الجزء الاحمر اللي فوق اللي في الايفون اللي هو مساحة التخزين. هنضغط على الفيديو، بعد كده العلامة اللي هعمل لك عليها دايرة، يعني انا عايزك تحفظ الشكل ده عشان هتستخدمه كتير بعد كده، ولازم تعرف اسم الميزة دي في برامج المونتاج بيكون اسمها الكي فريم. هتضغط على علامة الزائد او البلس هتلاقيه عمل لك على طول شكل الدايموند او الكي فريم. بعد كده هتفضل ماشي للجزء اللي انت حابب تنتهي عنده الزوم او التقريب. هنضغط هنا، بعد كده بايدك هتعمل زوم على الشاشة على المكان اللي انت حابب تقرب عليه وتظبطها بايدك بس كده، ما تعملش اي حاجة تانية. ارجع للفيديو من اوله هتلاقيه، شايف؟ هتلاقيه هو عمل زوم لوحده للمكان اللي انت قلت عليه لحد هنا. طيب بعد كده انت شغلت الفيديو هتلاقي ان الفيديو ثبت على كده ما بيرجعش تاني. ليه بقى؟ عشان انت لازم تعمل كي فريم تاني، تقف في المكان ده بعديها بشوية وتعمل كي فريم تاني، بعد كده تيجي على الشاشة وتبعد ترجع الفيديو لأصله بالشكل ده، شايف؟ هنا زوم، بعد كده رجع على طول لأصل الفيديو لو انت كنت بتشرح على جزء معين من الفيديو. بس كده اتمنى تكون استفدت معايا بالطريقة البسيطة اللي هي اسمها الكي فريم، تكون عرفت طريقة الزوم ان والزوم اوت بعد مشكلة التحديث الجديد للكاب كات. وفي النهاية ما تبخلش عليا بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس للقناة، وادخل شوف حلقة الكاب كات وخد خبرة عن الكاب كات وبرامج المونتاج. التطبيق ده لازم يكون عندك على التليفون، صدقني هتستخدمه كتير جدا، حتى لو انت مش منشئ محتوى هتستخدمه في حياتك الطبيعية عادي جدا لو عندك فيديوهات او صور وحابب اللي انت تعمل عليها مونتاج. شكرا ليكم واشوفكم على خير، كان معاكم اسامة رستم، سلام عليكم.